كريم خطاب او الاستاذ كريم خطاب ركز على فكره الدفاع او تبني وجهه نظر الضيف على السوشيال ميديا، يعني على تويتر، وكتب ان الموضوع بياكد ان فعلا حصل، وان احمد سمير فرج كان يقصد ان هو الموضوع حصل 2011 لانه كان باقي له سنه في عقده، وبدا يتبنى فكره الدفاع عن احمد سمير فرج في وقت المفروض هو خلاص ادى عمله المهني، ادى دوره مع احمد سمير فرج، واحمد سمير فرج هو اللي يتبنى فكره الدفاع عن نفسه. وانك تلقي الضوء على فكره احمد سمير فرج ومحاوله انتقاله للنادي الاهلي وتتجاهل تماما كارثه بمعنى الكلمه، كارثه حقيقيه، ان احمد سمير فرج انتقل لنادي الزمالك في مارس في قائمه زمالك مكتمله في وقت ما فيهوش انتقالات، موضوع يستحق المراجعه، وموضوع يستحق ان احنا نجنب الانتماءات وقت ما بنكون شغالين في قنوات محايده. والله يا احمد اذا تعلق الموضوع بالمهنيه فهو بعيد عن الانتماءات، لان ده بشيء انت مجبر فيه. ولكن استحضرتني واقعه والله واحمد بيحكي، احنا هنا عشان تعرفوا كيف يدار الاعلام داخل النادي الاهلي. كابتن فتحي نصير كان معانا في حلقه تاريخيه كانت عن كابتن محمود الخطيب. وكابتن فتحي نصير كنا بنساله في وقائع احنا كنا محضرينها. فواحنا شغالين الحلقه فاجئناه بفيديو كنا مقررين يا احمد ان احنا هنعرضه عليه على سبيل المفاجاه. المشكله ان الفيديو ده اتعرض بعد مجموعه من الاسئله سالناه فيها كان فيها تقريبا نفس الاجابات اللي في الفيديو. كابتن فتحي نصير بعد الهوا قال لنا يا اولاد انتوا مش كنتوا وريتوني الفيديو، يمكن ذاكرتي كانت خانتني في حاجه وكانت الناس ممكن تفهمها غلط، والله العظيم الكلام ده حصل نصا. فقلنا له يا كابتن فتحي احنا عندنا ثقه تامه ان كل كلمه حضرتك قلتها على الهوا هي نفس الكلام اللي حضرتك قلته في فيديو اتقال على قناه مزبيرو زمان، اتعرض كان تسجيله وقتها من 50 سنه، 50 سنه، والراجل شهادته ثابته. نفس السؤال اللي احنا سالناه هو اللي اتعرض في الفيديو، والراجل بعد مرور 50 سنة بيجاوب نفس الإجابة. ده النادي الأهلي، ده إعلام النادي الأهلي اللي بيزايد عليه البعض، ودي المهنية اللي بيتحلى بيها النادي الأهلي لأن هي جزء من تاريخه، ومحدش بيسمح هنا غير بكده بالتأكيد. وننتقل لآخر فقرة في رومنتادا،